الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات المباركة تلوح طلائع الموكب المقل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سالكا الطريق المؤدي إلى جامع السلطان قابوس بولاية خصب حيث سيؤدي عاهل البلاد المفدى رعاه الله صلاة عيد الأضحى المبارك مشاركا أعزه الله أبناء هذه المحافظة أفراحهم بالعيد السعيد وسيؤم المصلين معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده
إذن أيها الإخوة، في هذه اللحظات يصل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى جامع السلطان قابوس بولاية خصب، حيث ستبدأ بعد قليل صلاة عيد الأضحى المبارك. صلاة عيد الأضحى جامعة. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ما ترادفت بركات الشكر والوفاق، الله أكبر ما عظمت أقدار المروءة والأخلاق، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي عز ربًا وإلها وتعالى واحدًا لا يماثل ولا يضاهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، المبعوث إلى الخلائق رحمةً لا تقصر ولا تتناهى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، الدين حبلٌ يصل الأرض بالسماء، هو حبلٌ واحدٌ طرفاه التوحيد والائتلاف، وغايته فيض البركات واتساق الحياة وزكاة الأنفس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأيام الحج الأكبر دعوة تتجدد فيها نداءات التوحيد، وتظهر معالم الوحدة بين المسلمين بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تجديداً لنداء أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث الإقرار بالوحدانية لله في الخلق والتدبير. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن رفعاً لشأن توحيد الله وتنزيهه: قل هو الله أحد، واحد في جلاله وتفرده، فتتجه النفوس إليه مقبلة. الله الصمد الذي يلجأ إليه الخلق في الحاجات ويقصدونه في أمورهم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقدس في ذاته ولا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتوحيد الحق تعالى تجرد في النفس، وجمال في القلب، وسماحة في التعامل، حيث أخلاق العقيدة والتوحيد تحمل قيم المروءات في اليسر والعسر، والحب والكره، وفي الحرب والسلام، وفي كلها أخلاق العمل الصالح، وسبيلها سلامة النية والقصد والاتباع، والوعي بضرورات الأمة وآمالها وطموحاتها. وبهذه التصورات يرتبط الإيمان بالعمل الصالح، ليس في المبادئ والغايات وحسب، بل وفي السبل والوسائل والوسائط. فلا دين بلا أخلاق عمل تجاه ثلاثة دوائر: النفس والآخر والمجتمع. وحين ينفك الدين عن الإخلاص والأخلاق يقع المرء في دائرة السعي الذي لا بركة فيه ولا هدى، على نحو من قال الله تعالى فيهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يسير العمل وسطا بين الدوافع والكوابح، تبني العقول في الأرض وأعينها متطلعة للسماء، لا اندفاع ولا شطط ولا غرور ولا تعدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أمة الإيمان، إن آلاء الله تعالى الشاملة علينا ونعمه الوافرة بوطننا دالة على لطفه ورحمته، مدلة إلى طريق الشكر عليها، فكم أزالت من محذور وجددت من سرور ويسرت من مأمول. وأعظم النعم ما هدأت به الزلة وطفئت به الشدة، فعادت على الناس بجميل الصنائع وحميد المنفعة وجليل الأمن والقرار،
فاللهم لك الحمد بما خصصتنا به من هذه النعم، وحرزتنا به من دائرة الهوى، وحين تحل أقدار الخير على أرض تنزل إليها دواعي الإقبال، وتفتح لها أبواب القبول، فلا تبقى الأمم على قدرة إرادة الإنسان، بل يكون الإنسان على قدر مراد تلك الأمم في قوتها ونهضتها وسعيها وإخلاصها، فيفخر أبناؤها بخدمة أمتهم، وتبقي ذكرهم الحسن بقدر ما شاء الله. ولا تقع الخيرة أو تستحكم القدرة إلا ببناء الإنسان بمراد السماء، وترتيب الأرض بالأخلاق، والأخذ بنصيب التجارب، وتعقب السنن وتصفحها، وعندها يأتي الناس في قوتهم بأفضل ما يعرفون، وفي نهضتهم بأجل منافع الأرض وأصلحها. أيها المسلمون، إن عناية الدين والدولة بالمصالح العامة للمجتمع لا تحد من إخلاص الفرد وحريته وإبداعه، بل هو تكامل في ترتيب عمل المؤمن وتصرفاته وجماعة المؤمنين ومجتمعهم، لينال الكل جزاء إحسانه، ويحل الصلاح بالعموم والخصوص، وتثبت مصالح المؤمنين التي أمر بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ونبه إلى خطرها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأخلاق الأمم ليست في المواثيق والعهود والحدود فحسب، بل في المروءات وأخلاق الدين كذلك، بتقدير الأنبياء واحترام المقدسات وتأمين الحقوق. ولا تزال الأمم على خير ما حفظت أعراقها المعروف، وكسبت في إيمانها خيرا، والمنة تهدم الصنيعة، ورب صلف أدى إلى تلف، ومن فعل الإحسان قرن به، وليس مع قطع الرحم نماء ولا بركة. وطوبى لمن أخلص لله تعالى علمه وعمله، وحبه وبغضه، وكلامه وصمته. واحمدوا الله ربكم على تظاهر آلائه والعافية من عدوائه، والعافية من عدواء الدهر ولأوائه. واتقوه وأطيعوه، واسألوه الصلاة على محمد خير أنبيائه، صلاة وسلاما عليه وعلى الأنبياء من قبله. إنه تعالى حميد مجيد، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم نسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فشيء فكرهه إلينا وجنبنا إياه. اللهم أحينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم أيد سلطاننا بنور حكمتك، وسدد خطاه بسنى توفيقك، واحفظه لنا بعين رعايتك، وأعز حوله بتأييدك وقوتك. يا الله يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم اجعل عمان بلد الأمن والأمان والسلم والإطمئنان، ولا تطع فينا عدوا حاسدا، وأدم علينا نعمك، ولا تقطع عنا فضلك، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين، ووحد اللهم كلمتهم، وبارك في أرزاقهم، واجعل بيوتهم آمنة مطمئنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كل عام وانت بخير.
حب لعمان عشتم لنا رمز الأمان أمان زعيم حب لعمان زعيم حب لعمان مشاهدينا الكرام، هكذا نقلنا لكم شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بعد أن شارك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أبناء شعبه الوفي في ولاية خصب بمحافظة مسندم. اللهم أدم نعمة الصحة والعافية على مولانا جلالة السلطان المعظم وعلى عمانة وأهلها نعمة الأمن والأمان. مشاهدينا الكرام، حتى نلقاكم في مناسبات أخرى، تقبلوا تحياتي محدثكم علي بن حسن العجمي وتحيات زميلي عبد الله بن سعيد الشعيري ومخرج هذا النقل سعيد بن موسى وجميع العاملين، وكل عام وأنتم بخير ومسرات. عشتم لنا رمز الأمان.